أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تغطيتنا المفتوحة مستمرة ومعنا فيها في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مجاهد الطائي. حياكم الله أستاذ مجاهد. حياكم الله، أهلا وسهلا. معنا أيضا عبر سكايب من برلين الناشط السياسي الأستاذ علي الشعلان. حياكم الله أستاذ علي. حياك الله أستاذ محمد. نبدأ مع أستاذ مجاهد، يعني قانون الأحزاب أستاذ مجاهد لم ترد فيه أي فقرة عن ضبط تمويل الأحزاب، كيف نفهم إذن هذا الإنفاق الذي قالت لجنة النزاهة إن كل مرشح شارك في الانتخابات ينفق ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي للترويج لحملته الانتخابية؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا الأحزاب السياسية جميعها بلا استثناء تعتمد بشكل أساسي على طريقين للتمويل، التمويل الخارجي والتمويل عن طريق المحاصصة بالفساد يعني المتفق عليه. يعني هناك طريق متعارف عليه وهو المحاصصة، عندما يحصل أي حزب سياسي معين على يعني مجموع أصوات تحسب بشكل معين بحيث يحصل على مكاسب ومغانم ومقاعد في يعني درجات خاصة، وكيل وزير، وزارات، بالإضافة إلى الجانب المالي والعقود الاقتصادية. جميع هذه المنافذ هي منافذ لتمويل الأحزاب. الأحزاب السياسية جميعها أنتجت هذا العرف للاستمرار في العملية السياسية، وهي يعني توظف القانون الانتخابات ولا تجعل فيه فقرات يمنع استمرارها في ذلك. لذلك تجد هذه الأحزاب جميعها عندما شرعت قانون انتخابات جديد بعد تشرين فصلته على مقاسها، بحيث يعني سواء توزيع الدوائر، مسائل التمويل، هناك تقريبا 30 خلل في هذا القانون. نعم. لكن هي تخلق حالة من يعني التجاوب أو يعني التخادم مع القانون، يعني بحيث يصبح عملها وفسادها قانونيا من أجل الاستمرار في العمل السياسي. كل رئيس حكومة جاء منذ الاحتلال لغاية اليوم وعد بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، آخرها كان المؤتمر الذي عقد من قبل الكاظمي لاستعادة الأموال المهربة من زمن النظام السابق. لماذا لم يتحدثوا عن جزئية النظام الحالي أو الأنظمة التي جاءت بعد الاحتلال؟ هو تماما، هو يعني عرف المحاصصة عرف أقوى من الدستور، أقوى من القوانين. لذلك تجدهم يحترمون هذا العرف، يقدسون هذا العرف، لأن هذا العرف هو الضمان لاستمرارهم. لذلك أي حديث عن محاربة الفساد هو عبارة عن حديث يعني شكلي لا قيمة له، لأن الفساد لم يعد فسادا فرديا، الفساد أصبح جزء من بنية الدولة العراقية. يعني جميع مفاصل الدولة، وزاراتها، دوائرها، أشخاصها، يعني الفساد متغلغل بشكل في أصبح مؤسساتيا، مؤسسة، بحيث إذا أردت أن تصلح تسنهار الدولة تماما. نعم. لذلك عملية الإصلاح عملية صعبة جدا ومستحيلة، وإذا ما لجأ أي يعني رئيس وزراء كما حصل في الفترة الماضية، نعم، هو فقط يعني تسويق لذلك الرجل. نعم. تسويق لمشروعه الجديد من أجل ولاية ثانية. أما إذا أردنا محاربة الفساد، أنا أعتقد أن الدولة ستنهار فيما لو طبق قانون. نعم. على الجميع. أعود إليك بعد قليل أستاذ مجاهد. أستاذ علي، استمعت إلى هذا الحديث، يعني الإصلاح سيجعل هذه الدولة منهارة إذا أقدم أحد من هؤلاء على تنفيذ أو تطبيق سياسة إصلاحية كما ادعوا. طيب كيف إذن يريدون تحقيق هذه السياسات التي وعدوا العراقيين بها طيلة سنوات من الاحتلال لغاية اليوم؟ وعدوا بالإصلاح، لكن من منهم يستطيع فعلا أن يتنازل عن هذه الامتيازات وأن يحارب حيتان الفساد التي قد تكون على شراكة معه، ربما في صفقات أو غيرها؟ نعم سيد محمد، بالتأكيد هذه الطغمة الحاكمة في بغداد لا تستطيع الإصلاح. من أين يبدأ الإصلاح أخي محمد؟ من أين يبدأ الإصلاح؟ هناك فساد منذ 2003، هي الأحزاب أتت من أجل سرقة العراق. يعني هذه الأحزاب منذ 2003 أجت من أجل سرقة العراق والوزارات، مثل ما قال ضيفك الكريم، يأخذون الوزارات، هذه الوزارات عبارة عن تمويل الأحزاب. نعم. يعني حتى إذا ما أخذوا وزارات،
لتمويل أحزابهم. هو ميزانية الدولة العراقية توجد بيد الأحزاب. هم إحنا ذكرنا من قبل حضرتك والزملائك. هم 12-13 رئيس كتلة. وهم هذول الميزانية العراق للأسف بديهم. يعني حتى هذه الميزانيات اللي يقروها كل 4 سنوات أو كل سنة أو هذه ما إلها يعني مو حقيقية. أكو أرقام كثير مجهولة. والمؤتمر اللي حضرتك تكلمت عنه مؤتمر بغداد لإعادة الأموال المنهوبة في زمن النظام الوطني السابق. هو ما في أموال منهوبة. هم من نهبوا العراق. هم من قسموا العراق. هم من سرقوا مال المواطن العراقي. هم من قتلوا الإنسان العراقي. هؤلاء السلطة الحاكمة في بغداد. فما توجد في زمن النظام السابق أموال مفقودة أو بالعكس. حتى لو كانت أستاذ علي، حتى لو كانت، كم قيمة هذه الأموال مقارنة بالميزانيات الانفجارية التي اختفت طيلة فترة حكمهم؟ نعم أخي محمد، في زمن النظام السابق كان العراق يبيع برميل النفط ب 40 دولار أو 38 دولار، وكان العراقي البطاقة التموينية للإنسان العراقي كانت بها أكثر من 22 مادة تموينية. حاليا لا توجد، ما الانسان العراقي ما ياخذ، لان هم انا ذكرت لحضرتك هؤلاء السلطه الحاكمه في بغداد ما عندهم، هم ما اجوا من اجل بناء العراق، هم اجوا من اجل تسليب الشعب العراقي وسرقه خيرات العراق. هنا تكمن المشكله. يعني انت اليوم من اكو نظام وطني ياتي يبني العراق، يعني احنا نلاحظ مثلا الدول المجاوره لنا كل الدول يعني إمكانياتها قليلة، بس توجد لديهم كهرباء، توجد مؤسسات صحية، توجد مؤسسات تعليمية. بينما في العراق منذ 2003 هذا اللي حضرتك وكل الشعب العراقي يشوفه، الشوارع والجسور والفنادق اللي موجودة، هذا من النظام السابق. النظام السابق هو بناها وهو أسسها وهو سواها. طيب. والقصور والمنطقة الخضراء اللي هم الجلاوزة القتلة المأجورين اللي ساكنين بها هسه، هذا كله من يعني اعمال النظام السابق، هو اسسه وهو سوى العراق. فهذول ما يوجد عندهم، يعني هؤلاء ليسوا برجال دوله. اخي محمد، هؤلاء ناس اجوا في غفله من الزمن، في ظلمه محنكه من الزمن، واستغلوا اجوا مع الاحتلال الامريكي وحاميهم النظام الايراني واستمروا في السلطه. واحنا شفنا في هذه الانتخابات البائسه، الانتخابات اللقيطه، ايش قد انطوا اموال طائله. وللاسف هذه الاموال كلها من واردات النفط الشعب العراقي. ويعني المتقاعد مثلا ياخذ 400,000، وهم عندهم خدمه جهاديه ياخذ اكثر من 200-300,000 دولار، هاي اول دفعه، وبعدين ياخذ راتب بحدود 5-6,000 دولار هو وعائلته. يعني خليك يا أستاذ علي أعود إليك بعد قليل. أستاذ مجاهد، بعد هذا الحديث الذي تحدثتما به حضرتك وأستاذ علي، لا تزال هناك شريحة بعيد عن المنتفعين والأتباع، هناك شريحة قليلة من المجتمع لكنها لا تزال تعتقد أن هؤلاء بإمكانهم التغيير، رغم الوعود التي أصبحت أو كانت هواء في شبك، رغم كل هذه التجارب المريرة التي مر بها العراق، لماذا لا يزال هناك بعض من العراقيين، هم أقلية لكنهم موجودون؟ يعني هذه الشريحة شريحة ربما قليلة، لكن هي دائما تبحث عن الاستقرار، تبحث عن الهدوء، فيها أمل في التغيير، لكن يعني تسير عليها البروباغندا السياسية والوعود الإصلاح ومحاربة الفساد. يعني في كل انتخابات هناك حديث عن يعني مساعي إصلاحية، المشاركة الواسعة ستؤدي إلى تغيير. يعني بالمناسبة هناك يعني كل انتخابات يتغير ثلثي مجلس النواب. تغيير يعني لم يبقى إلا 70 أو 75 نائب يعني يتكرر انتخابه، وبالتالي هناك تغيير. يعني إذا أردنا أن نبحث عن التغيير هناك تغيير بالوجوه ولا بالسياسات؟ هناك تغيير في الوجوه، لكن إذا أردنا ذهبنا إلى السياسات و المحاصصة التي رسخت الفساد، رسخت الفشل المتراكم والمستمر منذ عام 2005 وإلى اليوم، لذلك ستنصدم. يعني عام 2010 كان عام حاسم في انتخابات 2010، عندما
فازت القائمة العراقية وتم الالتفاف على المواد الدستورية وضرب الدستور عرض الحائط وفسر حسب الطرف الأقوى في المعادلة السياسية العراقية. لذلك بدأت الشعور والأمل بالتغيير يضعف ويقل. لكن هناك جيل جديد يدخل إلى الانتخابات في هذا العام، مواليد 2000 و2002 و2003 سينتخبون في هذه الانتخابات. لذلك هناك يعني جيل الاحتلال غير جيل ما قبله، هناك ظرف جديد. لكن إلى الآن يعني صدمة ما ستؤول إليه الأمور لم تصلهم إلى الآن. طيب، الآن شهدت المراكز الاقتراع في بغداد بحسب المصادر الصحفية أقل من 10% مشاركة، في الأنبار أقل من 20% مشاركة، شمال العراق أربيل أقل من 18% مشاركة، وغيرها من هذه الأرقام الضعيفة التي تثبت أن هذا الشعب رافض لهذه الانتخابات. كيف ترى مجريات الأحداث اليوم وخاصة مع النسب المتدنية للانتخابات؟ طبعا هي ككل انتخابات، يعني عندما نعود منذ عام 2006 و2010 و14 و18 بعد كل انتخابات هناك أزمة. يعني بعد عام 2006 كان هناك الحرب الطائفية، بعد 2010 كان هناك الانسحاب الأمريكي والتوغل الإيراني، بعد 2014 يعني كان هناك اجتياح تنظيم الدولة، بعد 2018 كان هناك احتجاجات تشرين. لذلك هناك أزمة قادمة، أزمة حتمية قادمة ككل مرحلة يمر فيها العملية السياسية. لماذا؟ لأن الأسس التي بنيت عليها أسس خاطئة. العناصر هذه الأسس والأحزاب السياسية لا تبحث عن تغيير، لا تبحث عن تغيير هذه القواعد. العرف السياسي والزعيم الفلاني ورأي المسؤول الفلاني أهم من الدستور، أهم من القانون. لذلك عندما يكون العقد الاجتماعي والدستور العراقي الذي تبنى على أساسه الدولة لا يحترم ولا يقدس ولا يلتفت إليه بالنسبة لمثلا المحكمة الاتحادية التي لا بد أن تفسر هذه المواد للأطراف السياسية، ستكون النتيجة فشل حتمي. يعني لذلك هذا الفشل المتراكم يكبر. لذلك تجد على سبيل المثال لغياب الشرعية الداخلية والتوقع العزوف، تجد مثلا بيان للمرجعية يحثهم على المشاركة، الحكومة العراقية تتحدث عن مكافأة لمن يذهب ويقترع. يعني هذه أساليب الترغيب، سنأتي بعد قليل على أساليب الترهيب التي استخدمت. نعم، هذه أساليب ترغيب. لماذا؟ يعني في أي دولة من دول العالم تتحدث عن مكافأة حكومية لمن يدلي بصوته؟ يعني مثلا على سبيل المثال يعني وسائل، حتى وسائل الترهيب أو مثلا الأطراف السياسية تتحدث عن رشوة الجمهور، يعني سواء وتوظيف وسائل الدولة. يعني الآن تجاوزنا مرحلة يعني رشوة المرشح للناخب. الآن يوظف أجهزة الدولة، يعني يوظف في تبليط الشوارع، توزيع محولات كهربائية. هذه خدمات أساسية لأي مواطن عراقي ومن حقه، وليست امتيازات لناخب يلي بصوته للجهة الفلانية. وبالتالي هذه السياسات أو هذه السياقات تدل بشكل واضح على خوف من العزوف الانتخابي، خوف من فقدان الشرعية، البحث عن شرعية خارجية من خلال مؤتمر بغداد، البحث عن روابط إقليمية مع إيران والسعودية والخليج ومصر والأردن وتركيا، والبحث عن شرعية دولية من خلال الأمم المتحدة والولايات المتحدة. طيب، والتعاقد مع فرنسا. كل هذه إيجاد روابط للنفاذ من الخطر القادم. أعود إليك بعد قليل. أستاذ علي، تحدث أستاذ مجاهد عن أساليب الترغيب، وطبعا هي كثيرة، شراء الذمم، دفع أموال مقابل شراء البطاقات الانتخابية، لكن بعض الأحزاب من ضمنها التيار الصدري طبعا، أحد الأئمة والخطباء التابعين له قال إذا لم نحصل على رئاسة الوزراء بالطرق السلمية سنحصل عليها بطرق أخرى، ولا يوجد أي تفسير لها غير الطرق غير السلمية طبعا. طيب، هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية وصدعوا رؤوس العراقيين بالعرس الانتخابي، نضعه بين قوسين، هؤلاء كيف يفسرون هذه الخطابات العدائية المحرضة المتشنجة إذا صح وصفها؟ نعم،
استاذ محمد، بالنسبه للتيار الصدري كثير احنا لاحظنا من قاده التيار الصدري كثير ظهروا على شاشات التلفاز وداولت المحطات الاعلاميه، تداولت كلمات، يعني هم يعني في كل الحال من الاحوال هم يريدون السلطه، يعني سواء في الانتخابات او من غير انتخابات، يعني يقول لك احنا نريد رئاسه الوزراء من اجل تنميه العراق، وهم اشتركوا احنا من 2003 من بعد حكومه اياد علاوي 2006 هم اشتركوا في الحكومه رسميا، يعني التيار الصدري، وما شفنا تغيير استاذ محمد في العراق او في بغداد بالذات، يعني يجوز في المحافظات الشماليه اكو نوعا ما من التغيير، بس هو التيار الصدري يعني اليوم في معلومات تقول ان سرايا السلام ترهب الاماكن الانتخابيه، هاي اماكن الانتخاب غير شرعيه طبعا بالتاكيد، بس هم يعني في كل الاحوال يريدون السلطه، يريدون رئاسه الوزراء حسب ما قال سيد مقتدى الصدر، انه يريد ينهي الفساد، يريد عراق واحد. طبعا استاذ علي عذرا للمقاطعه، هذا لسان حال الكتل السياسيه بشكل عام، نحن جئنا بمثال التيار الصدري، لكن هم يتحدثون معظمهم طبعا بهذه اللهجه التصعيديه، موضوع التهديد المستمر في حال لم يتم انتخابهم او المشاركه في الانتخابات. نعم نعم، اليوم الكاظمي اخي هم يتجول على البارحه واليوم يتجول على مراكز الانتخابيه ويحث العراقيين على انتخاب، عزوف كامل العراقيين اخي محمد، عندهم تجربه من هذه الاحزاب البائسه، هذه احزاب اجت لتدمير العراق، والعراق اليوم اكتشف هذه الكذبه. هناك فئه من الشعب العراقي مضلله، يا مختطفه ومضلله، مختطفه بقوه سلاح الميليشيات الاحزاب، ومضلله بالقوميه والدين والمذهب. وتظهر علينا كذبه المجرب لا يجرب، هذه كل اربع سنوات تطلع لنا المجرب لا يجرب. طيب احنا اليوم اخي محمد المن ننتخب كعراقيين؟ يعني هي نفس الوجوه اللي جتنا مع الدبابات الامريكيه وبحمايه الدولة الشرق إيران، هم نفسهم في السلطة، وأحزابهم من 2003 إلى هذا اليوم هم نفسهم يبيعون النفط العراق، وهم يستلمون فلوس النفط وهم يوزعوا بيناتهم. فإحنا المن ننتخب مثلا؟ إحنا عندنا كثير، الشعب العراقي شعب ولاد بكفاءات، كفاءات كثيرة فيه، بس في 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 ها في هذه الحالة، حالة الأحزاب أخي، الكفاءات عندها صعوبة للترشيح، لأن هم هذه العصابات أيديولوجية الأحزاب، يعني الوجود غيرت مثل ما ذكر الأخ الضيف، بس الأيديولوجية الأحزاب هي ثابتة نفسها، يعني الحزب. أستاذ علي، بهذه الجزئية، الجهات التي تدفع العراقيين للمشاركة بالانتخابات ويقولون لهم انتخبوا الأصلح أو اختاروا الأصلح، كيف يمكن، وهذا السؤال طرحناه كثيرا على المواطنين طبعا، نفهم منكم الإجابة، كيف يمكن أن ينتخب المواطن العراقي الوطني الشريف في ظل وجود هذه الأحزاب؟ هل ستسمح أصلا هذه الأحزاب وهذه الميليشيات والدولة العميقة الموجودة بوجود شخص وطني قادر على التغيير ضمن هذه الانتخابات أصلا؟ بالتأكيد أخي محمد، هو وين الأصلح مثلا؟ يعني من 2003 هم نفسهم الأحزاب، نفسهم، هي هاي الوجوه الكالحة تتراوح علينا من 2003 إلى اليوم احنا 2021. يعني انا اسال حضرتك، وين هو الاصلح؟ وين الاصلح حتى نروح ننتخبه؟ هم ما فيهم اصلح، يعني هم داروا كل يعني كل الوجوه اللي كانت في البدايه وجوه معارضه واستولت على السلطه في العراق بمساعده دوله الشرق ايران، اجوا للسلطه واستلموا السلطه، احنا ما شفنا اصلح. في تشرين طلعت شبابنا العاطله عن العمل، شبابنا الجائعه، شبابنا اللي شافت العراق ده ينهار، كتلوهم، صعدوا لهم قناصات من كل مكان وكتلوهم. كثير من في شرائح الشعب العراقي مشرده في الخارج. كثير من اطفالنا لا توجد لديهم مؤسسات تربويه، لا توجد لدينا، هم نفس هي الوجوه الكالحه داولت على السلطه، يعني اخذت السلطه، يعني هي الاحزاب اليوم تلقيه لو رئيس برلمان باكر يصير انه رئيس وزراء، وحزبه هو هو. طب وين هو الاصلح والمجرب لا يجرب حتى احنا نجي؟ وين هو هذا السؤال؟ طيب. اللي احنا نطرحه
ونتساءل من عندك. خليك وياي استاذ علي، ارجع لك بعد شويه. نعم. ما استاذ نعم. مجاهد، تحدثت مع استاذ علي عن قضيه التهديد او اساليب التهديد، وذكرت مثال لمقتدى الصدر. دعنا ناخذ مثالا اخر. مدير المؤسسات الدينيه في الوقف السني عامر الجنابي تهجم على ائمه وخطباء المساجد وهددهم في حال لم يقوموا بالحث من خلال المساجد على المشاركه في الانتخابات سيأمر باعتقالهم عن طريق القوات الامنيه. أوصل الموضوع إلى هذا الحد، لماذا وصل الحال إن أنه الوقف السني جهة دينية ومعنية بالمساجد والأوقاف وغيرها أن تدخل بهذا الطريق؟ طبعا في الحقيقة جميع الأحزاب السياسية وظفت كل شيء، وظفت المذهب، وظفت الدين، وظفت الأجهزة الأمنية، وظفت الإعلام، وظفت كل شيء، حتى البرامج الإغاثية وظفتها. لذلك أصبح الوقف السني هو جزء من المحاصصة. نعم. وليس مؤسسة تدير شؤون الأوقاف الإسلامية والمساجد. لذلك أصبح يعني الأطراف السياسية تتنافس على هذا المنصب والمركز لما له من أثر كبير في يعني الترويج لجهة معينة، وما له من أموال ضخمة يديرها هذا الوقف. لذلك هذا التوظيف ليس جديدا، هو توظيف ربما الآن يتنامى ويظهر إلى الإعلام، لكنه موجود لكن بشكل يعني أقل في السنوات الماضية، وبدأ يزداد مع ازدياد التنافس على هذا المنصب. لذلك توظيف يعني أئمة الخطباء والمساجد من أجل حث الناس لانتخاب طرف معين هو جزء لا يتجزأ من التوظيف ككل، توظيف المؤسسة الدينية، توظيف الوزارات ودوائر الدولة كما أشرنا قبل قليل، توظيف المذهب، توظيف الفتوى، توظيف كل شيء. لذلك سوء استخدام وتوظيف هذه المؤسسات يعود بشكل سلبي عليها. لذلك يعني معظم يعني الرأي العام لم يعد يؤمن لا بالفتوى الدينية، ولا بكلام الإمام والخطيب، ولا بكلام السياسي، لأن النتائج دائما تكون سلبية مستقبلا. طيب، في سؤالي الأخير لك أستاذ علي، يعني الآن عندما نقول بأن هذه عملية ديمقراطية أو هكذا هم يسمونها، هم يقولون بأن الانتخابات عملية ديمقراطية يجب أن تتم دون تدخلات دون غيرها، لكنهم في المقابل لم يحترموا تحركات ديمقراطية لمتظاهرين عراقيين وقاموا بقمعهم. كيف يحترمون الديمقراطية ويقدسونها بهذه الطريقة وهم يعتدون ويقتلون من يتظاهر بشكل ديمقراطي حضاري؟ نعم، أما بالتأكيد أخي هذه الأحزاب أحزاب السلطة الفاسدة، كل شيء يضر مصالحهم، كل شيء يحاول يوقفهم عن سرقة العراق هذا يعتبر شيء شاذ عن المألوف. فهم بالتأكيد يعني يتكلمون عن الديمقراطية هذا، أو يتكلمون يعني عن يلبس ثوب الدين في هناك في فئة من الشعب العراقي بسطاء، يقنعه بمسألة الدين أو يقنعه بمسألة الديمقراطية. يعني هي لا توجد ديمقراطية في العراق، وإحنا شفنا في تشرين راح أكثر من 800 شهيد أبطال، شباب أبطال راحوا وما في مطالبة أجل كاظمي في التغيير، وطالبوا ثوار تشرين الأبطال بإظهار حقيقة إلقاء القبض على القتلة، وما شفنا لا إلقاء القبض على القتلة ولا شفنا، بس لجان شكلنا لجان. طيب. وحتى نتائج هذه اللجان ما سمعنا عنها. أستاذ علي أنا أعتذر من حضرتك، الوقت ضيق للغاية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. علي الشعلان، بس لو تسمح لي أستاذ محمد دقيقة واحدة. أتفضل. أنا بس أحب أوجه كلمة للشعب العراقي. هذا اليوم الشعب العراقي في مفترق طرق، نعم، عليه بالفعل مقاطعة هذه الانتخابات، نعم، ويجلس في بيته ولن يذهب إلى الانتخابات، لأنه اليوم أخي العراقي إذا ذهب لهذه الانتخابات البائسة حيعطي شرعية لهذول المجرمين السراق مرة ثانية 18 سنة ثانية لهم ولأحزابهم في سبيل سرقة نفطة وثروة العراق. وصلت الفكرة أستاذ علي، أنا أشكر حضرتك وأعتذر جدا، الوقت يضيق للغاية. أستاذ مجاهد في دقيقة واحدة لو تكرمت، التقارير الدولية تقول بأنه في ظل هذه الأحزاب المشاركة الميليشياوية سيكون البرلمان القادم ميليشياويا بامتياز، كيف تعتقد أو كيف ترى تأثيره على المرحلة السياسية المقبلة باختصار لو سمحت؟ طبعا هو هناك تحالف يعني
خارج من الميليشيات، هو تحالف الفتح، أعضاؤه العصائب وبدر والمجلس الأعلى وغيره من الميليشيات، هذا هو موجود. لكن انضمام إلى هذا البرلمان القادم أو هذه الانتخابات مرشحين جدد عن كتائب حزب الله على سبيل المثال، هو سيعطي يعني إذا ما انتخبوا طبعا دفعة جديدة باتجاه البلطجة السياسية التي يمارسوها في داخل العملية السياسية. طبعا هذا الفصيل هدد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ولا يعترف بالدستور ولا الدولة، لذلك تأثير هذا الأمر بصعودهم إلى البرلمان قد نشهد يعني بلطجة من نوع جديد، بلطجة سياسية بامتياز يعني باسم الديمقراطية، وطبعا أساسا مشاركتهم غير دستورية لأنه الدستور يمنع مشاركة أي فصيل مسلح في الانتخابات. شكرا جزيلا أستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو، ونكرر الشكر للأستاذ علي الشعلان الناشط السياسي كان معنا عبر سكايب من برلين.